خلونا ناخد معانا على التليفون الناقد الموسيقي استاذ محمد دياب. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. يمكن كنت بتكلم واحنا النهارده بنتكلم للاسف الشديد طبعا رحمه الله عليه على وفاه صباح فخري، وبقول للاسف يعني الواحد في النهايه لا دخل له في مقادير القدر، لكن اهو الواحد بيبقى زعلان لما بتحصل حاجه زي كده. لكن وانا بقول الصوت العربي الى اي مدى النهارده اقدر اوصف ان هناك اصوات عربيه، مش الصوت المصري، الصوت السوري، الصوت الاماراتي، الصوت الجزائري الى اخره. ومين اللي فاضل من جيل صباح فخري؟ قبل ما اجاوب على سؤال حضرتك احب اضيف حاجه للذكر حضرتك، الاذان، اداء الفنان صباح فخري الاذان. واقول حاجه مهمه جدا، هو سنه 59 خلال زياره الزعيم جمال عبد الناصر لسوريا زار مدينه حلب في الجامع الاموي الكبير، دخل عشان يصلي، واهالي حلب ما لقوش افضل من صباح فخري يرفع اذان الصلاه في حضور الزعيم جمال عبد الناصر والزعيم شكري القواطي. الله اكبر الله اكبر. ده بمناسبه اعجاب حضرتك بالاذان طبعا بالأذان. طبعا اصلا من محبي الاذان قوي من وانا طفل يعني. طيب هو الفنان الكبير صباح فخري لعب دور مهم جدا في الاربع او خمس عقود الماضيه في الخمسين سنه اللي فاتوا. ان هو احيا التراث الغناء العربي الاصيل المصري والسوري، يعني من ادوار موشحات وتقطيق وقدود حلبيه وعلى كل الاشكال والانماط الغناء العربي الكلاسيكي التقليدي الاصيل. يعني غنى الملحن الكبير المصري محمد عثمان وداوود حسني والشيخ ابو العلا محمد والشيخ زكريا احمد والشيخ سيد درويش، غنى لهم اعمال كتير يعني. وطبعا اكيد احنا سمعناها في مهرجان مؤتمر الموسيقى العربيه من بدايه التسعينات، وهو اصبح فكر في المهرجان ده سنويا. الدكتوره رتيبه الحسني الله يرحمها، الله يرحمها، كانت بتدعو المهرجان ده لانه كان في نوع من الجفاء في فترات سابقه بينه وبين مصر، يعني ما كانش بيمارس نشاط فني في مصر. وجاء حضر في السبعينات ولكن ما استمرش ومشي، في حاجه زعلته. بس الدكتوره رتيبه الحسني قدرت تصالحه على مصر وعلى الجمهور المصري اللي حبه واللي فضل يستناه من سنه لسنه، وبقى هو فاكهه المهرجان فعلا بتاع مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربيه. طبعا طبعا انا كنت محظوظ ان انا مره حضرت حفله. انه حضرتك مثلا فن الموشح وفن الدور القالبين دول تقريبا انقرضوا من بدايه الخمسينات، يعني فن الدور انتهى في الثلاثينات. والموشح كان بيظهر على استحياء في كل فتره يعني، فهو الحقيقه كرس للقالبين دول في غنائه المسرحي والجماهير العربيه في مصر وفي تونس وفي كل الاقطار وفي سوريا وفي لبنان وفي العراق، تلقوا ده منه بشكل جميل جدا. والحقيقه يعني اجيال في مراهقين بيسمعوا الادوار والموشحات منه، يعني بيقبلوها منه بالطريقه اللي بيأديها برغم ان هي كلاسيكيه مش مودرن يعني، مش حاجه حديثه يعني. فالحقيقه الدور اللي لعبه ده مهم جدا وصعب جدا حد تاني يلعبه، ما فيش حد يعني يقدر يعني، خصوصا يعني بنتكلم في زمن انه التقطيع الخفيفه اللي كانت بتتغني دي النهارده تعتبر ادوار او موشحات، يعني انه الغناء العربي تقريبا انقرض، يعني الغناء العربي الحقيقي المضبوط المتقن التقليدي الكلاسيكي يعني. اللي هو المتقن التقليدي، لانه انت بص اصلا انا عارف ان انت موسوعه موسيقيه يعني صعب حد ينازعها، لكن اكيد وعشان كده انا عارف انك اكيد عارف انه في جيل ظهر خلال العشر سنين الاخار بيعمل عمليه احياء للموسيقى العربيه والموشحات الاندلسيه وما الى ذلك، زي ريبال خضري على سبيل المثال مثلا يعني. بس في النهاية دي مش الطريقة التقليدية الكلاسيكية بتاعت زمان، دي توزيعات جديدة ودخلوا آلات جديدة على اللحن نفسه، الأداء برضو مختلف حبتين عن الأداء التقليدي. دخلوا جاز كمان على الحاجات، دخلوا جاز طبعا كتير يعني، دي ثورة الجاز في الشام يعني كانت، وتحديدا في لبنان. بس السؤال بقى هو أنا كده أقدر أقول إنه البقاء لله في الغناء العربي التقليدي مع وفاة صباح فخري؟ لا، ما نتمناش ان احنا نقول كده، يعني احنا فقدنا قامة كبيرة جدا مهمة جدا في الغناء العربي عموما يعني، لكن ما نقدرش ولا نتمنى ان احنا نقول ده. والغناء العربي باقي، وطول ما التسجيلات دي موجودة الشباب الاجيال الجديدة هتسمعها وهتستلهم منها، تكون ملهمة ليها،
وان شاء الله تطلع اجيال جديده تقدر قيمه التراث ده، خصوصا النهارده اصبح كل متاح على شبكه الانترنت للاطفال والمراهقين وللشباب، ما بقاش الناس تقعد جنب راديو تستنى عشان تسمع اغنيه، الناس النهارده تقدر تسمع اي اغنيه عمرها 100 سنه 150 سنه لسه معموله من نص ساعه بضغطه زرار على شبكه الانترنت. بس في حاجات بقعد ادور عليها، يعني انا مثلا في حاجات في تراث سيد درويش انا قالب عليها الدنيا مش لاقيها، بس انا عارف انك هلاقيها عن طريقك. شوف انا عايز استاذنك لو سمحت ارجوك، انا عايز نقعد نعمل حلقه مع بعض في البرنامج ده الاسبوع الجاي. شوف ان شاء وقتك الله تحت امرك. والامر لله، ونسق مع صديقنا العزيز الدكتور محمد فتحي يونس، شوف الاسبوع الجاي تحب امتى وناخد وقتنا، مش هنقعد بقى ايه ربع ساعه واقول لك جايات اكتر من رايحات، احنا هناخد وقتنا. ماشي الكلام؟ ماشي الكلام. تسلم، الف شكر ليك، وطمنتني انه يعني البقاء لله وحده دائما وابدا، ولكن مش هنحزن على الغناء العربي ما دامت هناك مكتبة عربية ثرية، وانه في اجيال لازالت بتستمع حتى هذه اللحظة واذنها لسه نظيفة ومتلمعة ما فيهاش تراب. اشكرك جدا ناقدنا الموسيقي المحترم والكبير الموسوعي بالمناسبة محمد دياب.